صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 19 لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان. وجاء في المادة الأولى من القرار: تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الشباب والرياضة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، هيئة الكهرباء والماء، مجلس التنمية الاقتصادية، مصرف البحرين المركزي، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، المجلس الأعلى للمرأة، المجلس الأعلى للبيئة، ديوان الخدمة المدنية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وتتولى اللجنة مهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة.